على فكرة في جيم خارج المستطيل الأخضر دايما بقى الناس بقى لها فترة تقول لي أنت كل شوية تقول الدوري في الملعب مش من بره. مفيش بره، في الملعب. في جيم آخر خارج المستطيل الأخضر وهو أحيانا يمثل ضغط. الجيم اللي خارج المستطيل الأخضر بيعمله في النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ أحيانا، ويعمله مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور في نادي الزمالك أحيانا، ويعمله في بيراميدز عفيفي أحيانا، ويعمله مستشار تركي الشيخ أحيانا. احيانا زي ما صرح كده وقال الاهلي بطل الدوري، الاهلي فريق كبير، الاهلي يمثل اسمه لوحده، يمثل ضغط على اي نادي. بتحط لود على فرقه نادي الاهلي وعلى جمهوره. على فكره دي سياسه العالم كله بيتبعها، العالم. في مدربين اول ما جم مسكوا الاهلي والزمالك قالوا ما تستنوش بطوله. كابتن جوهر الله يرحمه سافر كاس امم افريقيا، قال انا هطلع على الاخير. سياسات، وببقى جاي وبحفز لاعبتي وبدوس عليهم، دوس على نفسك. أنا بصرح تصريح خارجي حاجة وتصريح في الملعب قصة تانية. ومن أول دقيقة بقول لكم بوضوح، الزمالك هو الأفضل هذا الموسم فنيا، الأهلي بيحاول، بيراميدز فريق كبير، دي التوليفة. والأهلي شغال شغال حتى الآن، حتى الآن باسمه وتاريخه الكبير، باسمه. ما قدمش الوجبة الفنية اللي تليق باسم النادي الاهلي. ده حق ربنا، ده كلام اللي واضح جدا. ولازم تكون في رؤيه مختلفه الفتره القادمه، ولازم تكون في كويس ان انتوا فكرتوني، لازم يكون في لجنه كوره او ما فيش. بس في هنا مشكله، كابتن محمود الخطيب فضل ان هو يبقى المسؤول الاول والاخير عن الملف، بس كمان الحساب هيبقى للكابتن محمود الخطيب في نهايه الموسم، حضرتك اللي توليت الملف. بعض الجمهور او الناس يقول لك ازاي انت تتكلم او تنتقد الكابتن الخطيب. انا ما بنتقدش الكابتن الخطيب كشخص، هو الاعظم في تاريخ الكره المصريه، هو الاسطوره، هو الاكثر هدوءا واخلاقا واحتراما، مفيش كلام. ولكن انت في النهايه هتتكلم على اداء، هتتكلم على اداره، اداره تقاس بالمكسب والخساره، بالنجاح والوضع عامل ازاي، هتقيم في نهايه الموسم. احنا بنشتغل بالطريقه دي لان هي دي الطريقه الصح، وهي دي الطريقه العلميه. وفي النهايه الاداره ما تتحاسبش برضه على خساره فريق انه يرحل او يبقى، لا. ولكن في النهايه ده التاريخ وده النجاح. ففي النهايه لو في لجنه انت بتوجه ان ده للمختصين، ولكن كابتن الخطيب النهارده اختار ان هو يبقى صاحب الملف وهو يبقى صاحب السؤال. فاكيد في النجاح هيبقى هو صاحب النجاح، وفي الاخفاق هيبقى هو صاحب الاخفاق، ودي هتبقى ازمه. فلا بد ان كابتن الخطيب في الحته دي يراجع نفسه، وممكن تكون تجربه ما نجحتش وتتغير، زي بالظبط ما في ناس مشيت من النادي الاهلي والكابتن الخطيب اللي مشاهم وكابتن الخطيب اللي رجعهم، واشدنا بيه واشدنا احتراما بالناس اللي رجعت منهم الكابتن سيد عبد الحفيظ. وقلت كان الكابتن الخطيب عنده الشجاعه في عوده سيد عبد الحفيظ، وهو افضل من تولى الملف في التوقيت ده وفي النادي الاهلي. يا اللي بتتظبطوا، يا اللي مفيش مهنية، ايه ده؟ هو في كلام كده؟ هو في حديث كده؟ هو في فكر كده؟ ما هو احنا عشان على مسافة واحدة من الجميع، واحنا عشان عندنا مهنية، بنقول كل السيناريوهات، بنشرح لك ان لو الاهلي كسب هيحصل ايه، ونشرح لك بيراميدز لو كسب هيحصل ايه، ونشرح لك الاسماعيلي لو كسب هيحصل ايه، ونشرح لك الزمالك لو كسب هيحصل ايه. انت عايزها ازاي انت حر. انت عايز تسمع حاجه معينه في حتت معينه تروح فيها الناس يسمعوك اللي انت عايزه، مش عندنا، مش هتبقى زبوننا، عمرنا ما هنبسطك. الغريبه انك بتتفرج برضو علينا وانت متضايق، وانت دي مش سياستك. انت عايز تسخين، وعايز اللي نولعها، وعايز نتجاوز، وعايز نطلع يشتموا في بعض، وعايز على طول ناخد اتجاه واحد سواء اهلي سواء زمالك، مش هتلاقيه. وبرضو ما بتمشيش، برضو اتفرج عندنا عشان انت من جواك عارف ان ده الصح، بس لازم تكتب وتشتم عشان تحس ان ليك دور، او تحس ان كده ان انت يعني الناس هتمشي وراك. مش بستغربك، بستغرب الناس اللي بتمشي وراك، الناس اللي بتمشي ورا اي موقع من المواقع دي، الناس اللي ما بتكتبش. طب ما هو طبيعي الناس تتوقع، وطبيعي الناس تحط التلات اربع سيناريوهات، وطبيعي الناس تبقى على مسافه واحده من الجميع. الناس دي بتفكر ازاي انا ما اعرفش، الكتالوج ده بيتعمل ازاي انا برضو ما اعرفش. نفس السيناريو اللي هنتوقعه، هنتوقعه يوم الثلاثاء والخميس القادم. بيراميدز والزمالك، في حالة فوز الزمالك
جري الزمالك وتفوق وتألق وتصدر الجدول بفرق 6 نقاط عن 5 نقاط عن النادي الأهلي. في حالة فوز بيراميدز يبقى بيراميدز بيقرب بشكل كبير جدا من المنافسة. في حالة فوز النادي الأهلي على المصري يعود النادي الأهلي للمنافسة من جديد ويروح المركز تاني في حالة فوز الزمالك، إلا لو خسر الزمالك يتقدم يرجع يتقدم النادي الأهلي تاني بنقطة. المصري بقى لو خسر يظل في المركز الرابع، لو كسب يظل في المركز الرابع. المصري عايز يكسب عشان يحتفظ بالمكسب الرابع ويبعد عن النادي الإسماعيلي ويروح في منطقة تانية ويروح في حتة تانية ويروح في الحتة اللي هو عايز يلعب الكونفدرالية السنة الجاية والأمور تبقى بالنسبة له مختلفة تماما. ناس كتير بتتحدث عن الاحتقان، أنا عايز الناس تفرق ما بين الاحتقان وما بين المداعبة والهزار. الناس مش هتقفل بقها عشان الناس استريحة، الناس بتوقفني في الشارع، ينفع يا كابتن ده؟ ينفع المسؤولين في بيراميدز ده عاملينه؟ ينفع اللي جمهور الزمالك عامله؟ طب انت عايزهم يعملوا ايه؟ يعني انت في النهاية عايزهم يعملوا ايه؟ الأهلي ما بيكسب ما كانش حد يقدر يقف قدام جمهوره ولا يسكته. على فكرة دي مداعبة، طول ما فيش خروج عن النص، طول ما في فرحة، ما لازم أنا جمهوري هيفرح، ولازم مسؤوليني هيفرحوا، ولازم الأمور هتمشي بالشكل ده وبالوضع ده. ده وضع طبيعي. لازم، والأهلي لو كسب جمهوره مش هيسكت، والأهلي بقى له 10 سنين بيكسب جمهوره وما بيسكتش، وضع طبيعي. الحاجات اللذيذة اللي متعودين عليها من زمان، مش الحاجات اللي دخلت مؤخرا علينا ودمها تقيل ومش عايزينها، مش الاحتقان، مش الخناق، مش التجاوز، مش القفش، مش الشتيمة، مش كل الحاجات اللي احنا رافضينها تماما في مجتمعنا دي، اللي هو المداعبة اللذيذة، المداعبة اللطيفة، وضع عادي. واحد يقول لك اصل ينفع ان فرقة بيراميدز بعد المباراة تنزل فيديو شفت الاحتفال يا كابتن كان عامل ازاي؟ امال هيعملوا ايه؟ ما هم كسبوا النادي الاهلي. يعني كسبوا نادي كبير الاهلي، والاهلي لو كسب هيعمل اكتر من كده، والاهلي لو كسب الزمالك هيعمل كده، ولو كسب بطولة الدوري هيعمل كده، ولو كسب بطولة افريقيا هيعمل كده، ومحدش كان يقدر يقف قدام النادي الاهلي. النهارده بيعطلوه وبيكسبوه، من حقهم النهارده يفرحوا، لان بتتكلم النهارده على رمز كبير، النادي الاهلي كيان كبير في العشر سنين وفي التاريخ السنين اللي فاتت، ولكن مكاسب بالجمله. النادي الاهلي عنده مشكله، عنده ازمه، تطلع بقى جوه الملعب، تطلع بره الملعب، احنا دايما بنبص لداخل المستطيل الاخضر، وقلتها مرارا وتكرارا ان الدوري السنه دي هيخلص من جوه الملعب مش من بره. المشهد بيقول كده على فكرة، ده مش توقعي، بالكورة الدوري بيخلص بالكورة. كل دي بندور على حاجات مش موجودة. عايز أقول حاجة لجمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير، جمهور النادي الأهلي اللي عنده وعي اللي فاهم، اتكلم جوه المستطيل الأخضر، ما تدورش بره، ما تدورش بره على الحكم منين وعمل ايه والحكاية والرواية، لان الاهلي ما اتكلمش قبل كده في الحته دي. سيبك من اللي بيقول ان الاهلي اتجامل او ما اتجاملش او اتظلم، يعني لا مع دهنا ولا مع ده، مفيش فريق بيتجامل ومفيش فريق بيتظلم، تتجامل احيانا وتتظلم احيانا، الاهلي الزمالك وكله، عشان الامور تبقى واضحه، واي حد يقول غير كده ما تسمعوش. بقول لك بصراحه اهو، اي حد يقول لك انا اتظلمت بس اقفل السكه، اقفل السكه. وفي حكم هيظلمك بس؟ هو في حكم يحكم لك لوحدك الموسم كله؟ يظلمك احيانا ويجي معاك احيانا ويجي عليك احيانا. فإذا المشهد متغير. جمهور الأهلي الواعي اتكلم داخل المستطيل الأخضر، اتكلم على الفنيات، على اللعيبة، على الجزء الإداري، على الأزمات، على المشاكل، على أحداث ما بعد اللقاء. أثناء اللقاء في بعض الأحداث دي ما ينفعش، ما يجوز إن دي تكون لعيبة النادي الأهلي، ما ينفعش. في لقطات ما يعملهاش لعيبة النادي الأهلي. مش بننتقص من نجوم النادي الأهلي، رموز كبيرة ونجوم كبيرة، ولكن النجوم الكبيرة بأخلاقياتهم، بأدائهم، بضبط النفس وبالهدوء، مش بالخروج عن النص، مش باللي شفناه ده. ما ينفعش، ما ينفعش. مش عايز أذكر أسامي، في 3 لعيبة من النادي الأهلي المشهد كان بايخ، ما كانش لطيف، وفي 2 لعيبة من بيراميدز لا يجوز التعامل مع الحكم بالطريقة وبالأسلوب ده، لا يجوز، ما ينفعش، ما ينفعش. بس كله كان بيعلي على كله، في لعيب يشوف يعني هو فلان الفلاني بيعمل كده، طب ما اعمل انا كمان كده، طبيعتنا كده. بس الكلام ده ما ينفعش، المشهد ده ما ينفعش. لو حكم غير ده كان لازم 2-3 لعيبه بره،
احداث ما بعد المباراه ما تنفعش، ما تنفعش. مش بوجه الكلام للاعب معين، انت لابس فانيلا تقيله، لابس تيشيرت تقيله، لابد ان يكون هناك التزام. على فكره في ناس تقول لك عصبيه ملعب، ضغط، ستريس، ساعه المكتب، ساعه المكسب انت بتضبط ضبط النفس مهم، ولكن ساعه الخساره ضبط النفس للاعب الكبير، اللاعب الكبير والخبره هو اللي يعرف يمسك نفسه. وبنتكلم على اسامي اساطير، الثبات الانفعالي ما يعملهاش غير النجوم، ما يعملهاش غير اللعيبه اللي فعلا اللي فعلا تستاهل ان احنا نقول عليها نجوم. وما بتكلم على لعيبه باسامي وما بقولش اسامي، انا بتكلم على رموز، بتكلم على ناس كبيره في لقطات اما تشوفها اما تشوفها ما تنفعش. في ساعات اللاعب لما يروح يبص على مشهد في التلفزيون يبص في الارض، بس يعني ما يقدرش يطلع يصرح ويقول انا هنا غلطت، بس انا متاكد ان في لقطات، في لقطات لما اللاعب يراجع نفسه يبص على الشاشه، على الشاشه كده يقول لا انا كنت كبير قوي، انا كنت بلعب برجلي، مش هيجي الزمن دلوقتي الا اشتغل بايدي. ما ينفعش. دي رساله لازم الناس تسمعها، لازم اللعيبه تسمعها، لازم الجمهور يسمعها، لازم الناس تعرف ان في واقع، واقع ان في منافسه شرسه ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، واقع ان اي فريق منهم ممكن ياخد بطوله الدوري، واقع ان ما عادش في قطب اوحد وما عادش في فريق واحد هيحصد البطولات، واقع ان في تساوي دلوقتي في المستويات، واقع ان الاهلي فيه ازمه مشكله، ده واقع ان شاء الله تتحل. الاهلي يمرض ولا يموت، الاهلي فريق كبير ماشي، ولكن ده واقع، واقع ان الزمالك راجع وبقوه وبيأدي فنيا بافضل فريق السنه دي ادى فنيا، واقع ان بيراميدز اتولد فريق كبير، ده كله واقع مش هنخترعه، مش هنخترعه. لو قلت لك كلام غير كده انت كجمهور الاهلي ولا انت كجمهور الزمالك ما تصدقنيش، بضحك عليك. صديقك من صدقك القول، اي حاجه غير كده يبقى بنقول اي كلام، اي كلام بنقول، اي كلام بنحرق بنزين على الفاضي. بوجه كل الشكر وكل التحيه النهارده لكل الشعب المصري، سيدات ورجال، شباب، كل الناس اللي نزلت النهارده في الاستفتاء والمشهد النهارده والاعداد اللي شفناها، بنوجه كل الشكر وكل الناس اللي عندها وعي، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للقاده السياسيه وجميع مؤسسات الدوله المصريه الفتره القادمه، لان التحديات صعبه جدا، بس ان شاء الله باذن الله هتظل مصر ام الدنيا.